ستيلتو يرفع سقف الجرأة في الدراما العربية. وعم تقول هيك بكل دم بارد وكأنه عادي. السنين بتغير بالناس. نجاح كبير عم بيحققه مسلسل ستيلتو من أول ما بدأ عرضه على NBC4 ومنصة شاهد VIP. مش مهم، الأهم إنه اللي شايفينه مش دايماً حيكون الحقيقة، وعم يحتل الترند بمعظم الدول العربية، والجمهور عم ينتظر يوم بعد يوم أحداثه المشوقة، بالأخص المواقف الجريئة والمشاهد الحميمة مثل القبلة اللي شفناها بالحلقة 24 بين ندى أبو فرحات وسامر المصري اللي عم بيلعبوا شخصيات نيلة ولؤي، واللي حصل الطلاق بينهم بالحلقات الأخيرة. يعني بعتقد صار لازم تكون رجالة شوي وصرحني. وطبيعي انه هالمشهد يتم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فصحيح انه شفنا اعمال جريئة من قبل بالدراما العربية، لكن ما سبق وشفنا هالمشهد اللي يعتبر جريء جدا. وانقسمت ردود الافعال بين معارض اللي شاف انها جرأة ما إلها داعي بالاعمال العربية، وبين اللي شافه عادي وعم بيجسد لحظة توديع الزوجة لزوج قبل مغادرته للعمل. اما البعض فحولت سين لمين بتقارن شخصية لؤي وشخصية ابو شهاب اللي لعبها سامر المصري بباب الحارة. رح تعرف مصير اللي بده يلعب مع ابو شهاب يا قليل الاصل. وهذا مش المشهد الرومانسي الجريء الاول اللي بنشوفه باحداث المسلسل، انما اقواهم يمكن. فقبل هيك شفنا هالسين بين كريس بشار وقيس شيخ نجيب اللي بيكون عم بيقرب منها بطريقة بيتمادى بالتعبير فيها عن مشاعره، وهالسين كمان استغربوا الجمهور بالرغم من انه كتار عم بيحبوا الكيمياء بينهم. وقبلوا هذا المشهد وعم تقول هيك بكل دم بارد وكأنه عادي. ومش بس المشاهد عم بتكون مثيرة للجدل وفيها شوي من الإغراء، إنما العبارات كمان اللي تستخدم، فأكيد المشاهد ما كان متوقع يسمع هالعبارة من ميرا. خليني أعمل دوش لك. بدك الحقك بيبي؟ والأكيد إنه هالأمور كلها عم بتخلي المشاهد يتابع المسلسل ليشوف شو منتظر بعد أكثر، ولوين ممكن توصل الجرأة بعد، بين حرب النساء اللي عم نشوفها بين الأصدقاء ألما فلك نايلة وجوال اللي رجعوا التقوا بعد وقت طويل. جوال، نايلة، وبيعيش المشاهد معهم قصص الخيانات الزوجية وخيانة الأصدقاء كمان، إلى جانب مصير التحقيق اللي عم بيسرد الأحداث كلها لكشف عن هوية القاتل اللي ارتكب جريمة المشهد الأول من المسلسل.